غير قناه الجزيره هي اللي بتجيب لنا بس حي، ما بنعرفش اخبار بلدنا غير من قناه الجزيره، حرام عليهم بقى تاكل. لا شكرا جزيلا محمد من الرياض. معنا احمد من الامارات. السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا انا يعني المنظر اللي حصل قدامنا ده في الاول وفي الاخر انا مش اخواني، ومفيش حد يقبل يشوف الدم المصري بالطريقه دي. المنظر اللي قدامنا ده مفيش حد يقبله، سواء مسلم ولا مسيحي، اي واحد مصري ما يقبلش المنظر اللي قدامنا ده. بس انا بس عندي تعليق بسيط للاخوات اللي بيتكلموا يقولوا الجيش بيقتل الناس. من امتى الجيش المصري كان بيقتل ناس سالمين، ناس واقفه في حالها والجيش المصري بيقتلهم؟ العمال يجي يقول لا حول ولا قوه الا بالله وحسب الله ونعم الوكيل في السيسي ومش سيسي. انا عايز اعرف يعني مين اللي يثبت ان الجيش اللي قتل الناس دي اتحل؟ الناس شافت في صور مباشره للجيش وهو بيقتل الناس دي وهم واقفين سالمين كده. انا بصراحه بحمل اللي بيحصل ده لقيادات الاخوان المسلمين، لان يعني معلش اللي بيأيدوا مرسي دوت، يعني الراجل قعد سنه عمل ايه في البلد في السنه؟ يعني انا بصراحه مش شايف اللي بيأيد مرسي ده واحد عنده ذره عقل عشان يأيد. هو حريه في الاول في الاخر، دي حريه كل واحد يأيد اللي هو عايزه، بس ما اروحش اموت نفسي علشان خاطر واحد مع سوري في اللفظ خرب البلد، مش عارف يعمل حاجه يعني فاشل، فهموت نفسي عشانه ما يستاهلش، ما يستاهلش نقطه دم واحده. فانا شايف ان قيادات الاخوان المسلمين المفروض تخلي الناس دي ترجع بيوتها، يشاركوا في الانتخابات ويحقنوا الدم المصري، مش هموت نفسي عشان خاطر واحد فاشل. معلش يعني ما فيش حد يستاهل نقطه دم المصري، لا كان السيسي ولا كان زفت مرسي، ما فيش واحد يستاهل نقطه دم مصري.